انا كنت واحد السيده ساكنه في دار الشيخ ديال الراجل ديالي، ساكنه تما 10 سنين وانا ساكنه، وانا بالحقره ومشاكل وصداع. عندي واحد لوسي كيقيل السفافيه ويضرب لي في ولادي. مني بقيت كنهضر كنقول علاش كضرب لي ولادي، علاش كتفالي في ولادي، كيقول لي خروج عليا مادام هيداك. انا كنت برا الشيخ ديالي كنقبلو كنعمل له كلشي لله في سبيل الله. رغم ذلك لوساني جوج لوساني جاو لي شبروني ضربوني ضربني لوسي، ضربني النعده. مشيت قدمت شكايه من الشهاده، مشيت قدمت شكايه من الشكايه، جاو شبروه. اللي جاو شبروه انا الشيخ ديالي ولوسي مشاو تهموا الراجل ديالي، قالوا انه هو كيضرب بابه. هذا الراجل ما عمره في حياته هذا ديك بابه، بالعكس هو كيهز وكيدير طواليت وكيجيبو واللي كتب الله كيعمل له. انا الراجل ديالي ما كيخدمش، مريض، انا اللي كنخدم على وليداتي. ملي قدم شي قال اما تنازل على شي شكوى اللي عملتي ضد ابني اولا ندخل لك راجلك للحبس. انا قلت له انا ما عنديش علاش ندخلو للحبس، راجلي ما عملت حتى شي حاجه، علاش ندخلو للحبس؟ راجلي ما كياديكم ما كيقربكم، انا ما كناديكم ما كنقربكم. رغم ذلك لوسي كي كلاي بنتي كتهبط الشيخ جدا الماكله، كتهبط له الماكله كيبقى يصفى فيها ويزبل فيها وكيهبط السري الثروه، كيقول له انا شوف فيا ما نعرف هذول خايبين. ملي انا بقينا عايدة بمشاكل وديك الشيء، راجلي مسكين خرج، بقاو كيتبعوهم مخزن كيخرج. انا كنخرج نخدم على وليداتي، كنضبط لي الخوز على ولادي. ملي خرج انا نضبط الخوز على ولادي، حداوني وشدوا عليا الباب، بدلوا اللوبه دباب وبلوبه باب دخلانيه. عندي بنيته عندها 10 سنين، وعندي العيل عنده 8 سنين، وعندي العيل عنده 4 سنين، وسيبوني الزنقه. جاو بوليس مني مشيت عند الدرك المراكب باش نقول لك شنو شنو، قال لي سيدي ما جا قرار المحكمه، قرار المحكمه ما جي انك تخرج من الدار. قلت انا ما عندي فين نمشي، البارح شفت صواريخ المال واحد هذا الليل وانا في الزنقه انا والعيل صغير، وجد ولادي محبسين في الدار. لوسي كيقول لي اجي خرج ولادك، انا ما عندناش فين نعملهم. قلت انا ما نقدرش فيها، انا من هذيك العواول، خلوني في الزنقه. مشيت عند الدرك المالكي كنشكي له، قال لي مشي من وكيل شهاده وكيل مالك. مشيت كنعيان انا في الشهوات، ما الشهاده الاولى، قالوا لي هذيك سكنه دراجلك ما عندكش فين تمشي. اسيدي انا ما عندي فين نمشي، وهاد الناس ظلموا الراجل ديالي البارح شبره وظلموه، كيقولوا انه كيتعدى على الوالدين ديالو وعاملين له ضد الاصول، وانا خصني يدخلوني للحبس. انا فيها نمشي؟ فيها نمشي بديك ثلاثه د العواول؟ لا خدمه عاد كورونا ومحكمه حكمت عليا انني انا نخرج من الدار، فيها نمشي؟ ما عندي حتى ساكن، هما الناس لاباس عليهم، انا ما عندي لا سلطه من غير الله سبحانه وتعالى. وهاد شفتي به اللي شافت معايا، الله يجازيكم بخير. اللي عنده شي واحد يساعدني الله يجازيه بخير وعمله لله. انا ثلاثه د العواول عاد الراجل مشبر، فيها نمشي؟ ما عندي فين نمشي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ان الله على كل شيء قادر. لكن هاتي مقدر ومكتوب الحمد لله، حق الناس كيظلموني، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحصول. كيضرب باباه وقالوا لا بغيتي تنازل لك خصك تخرج مراتك وولادك من الدار، وانت تبقى في الدار، حق مراتك وولادك يخرجوا من الدار. انا فيها نمشي بديك ثلاثه د العواول؟ عندي ثلاثه د العواول، العوا عنده امتحانات، فيها نمشي؟ ما عنديش فين نمشي، والراجل باقي مشبر، باقي ما خرجتي، ما عرفاش حتى واش ما خرجوهش، ما عندي حتى علم تاع يعني. كنمشي عند السلطات كيقول لي باقي مشبه، كنقول له شنو انا؟ ما كيقول لي مشي شكايه وكيل مالك. وانا باش انا من شكايه وكيل مالك؟ عيط مع المشكايات ما كيتستقبلوهم لي شي. هادشي اللي كاين، حسبي الله ونعم الوكيل. انا مشي ردا في الزنقه، انا واحد العائل صغير عنده 4 سنين، ما عندي فين نمشي ولا نجي. وليدات اخرين هما تما في الدار محبسين بالجوع، عند فوقي هما لوساني شادين عليهم. علاش؟ قال لك قلت له ما انا، قال لي هما تمايا بالجوع، لا ما ديتيهمش، لا ما ديتيهمش، هما تمايا كيموتوا بالجوع، ما عندكش فين يخرجوا ولا فين يدخلوا. انا اذا كنمشي نديرو لك كتب الله والو، قال لك براسك مع ولادك، ما عنده فين يعملوهم لك. كيقراو العائله عندها الخامس والعائله عنده الثاني، كيقراو وما عنديش في هاد العواول. كندير لهم انا غير ماكله في الصباح، ديت لهم ماكله يفطروا، غير سيبت لهم غير الطاقه ويجا خرج من الدار. كتقول يا ماما تدخل عندنا حنا خاوفين، عاد ما عنديش الضو، قطعوا عليا الضو وقطعوا عليا الماء، كنضو باش نخرج. هذه دابا 3 شهور، 3 شهور باش قطعوا عليا الماء والضو، وهيداك صابره. كندخل من الليل لليل، كنمشي نخدم، كنجي عند ولادي غير في الليل، عاود كنجيب لهم اللي كتب الله، عاود كنخرج نخدم، نديباني فيما كان عاود نرجع. والراجل هاي هربان كيخاف من المخزن، كيقول لك انا ما اديت هذا البابا وما قربت له، ربي فوق مني. البارح هو كيدبرت كيديباني في السوق، حتى جاو شبروه. مشيت انا نجيب واحد لاكارت ديالي، حتى جاو قالوا لي راه راجلك شبروه. ملي دخلت قلت لهم شنو هاتي انا، ما خلاونيش ندخل، دفعوني وخرجوني للزنقه. قالوا ولادك راه بغيتي ديهم ديهم. قلت انا ما عنديش فين نشرد العواول،
هذا الولد ما عنديش فين نعملو، لو وقعت ديك العوج شي حاجه انا فيها نمشي فيها نعطي الراس. قلنا هذاك شغلك، حنا ما عندنا حتى شغل فاتي، حنا تجي تخرج علينا ولادك وخرج الزبل ديالك من الدار. واحد 42 عنده 42، انا عندي 35، ولكن شي واحد يساعدني الله يجزاه بخير، يدخل السلطات يشوف هذا المشكل يفتحوا لي. هذا ما كان، الله يجازيكم بخير، الله يرحم والديكم. شكرا، شوف تي في اللي ساعدتني، الله يجازيك بخير، الله يرحم والديك.